يعني هو الولد حق عليه؟ يعني هو يا حبة عيني نزل ووطى لغاية الأرض وجاب لك الآيس كريم وأنت اللي مرضتش تاكل الأرض؟ الواضح أنا من نعرف. زيني لعيبة حسني استخر هاي هاي جدا منوش اكتر اسم سخيف بكرهه نونا. ايه نونا دي بقى؟ ايه يعني هل منا دلعها نونا؟ لا يعني هي مش دلعها نونا خالص على فكره، ومحدش يقول لي يا نونا. هو انا ما عنديش صحاب كتير، بس صحابي اللي قريبين مني يعرفوني كويس. سبايدر مان، عشان يعني يبقى على كتفه بقى وهو يقعد يطير بيا وكده، عشان انا امنيت حياتي اعمل حاجه دي. سر ما قلتوش قبل كده لحد؟ طب انا هقوله ليه دلوقتي وانا ما قلتوش قبل كده؟ مكان مش منظم، مكان قاعدة فيه مش مرتب مش منظم كده، معرف في هرجلة كده، أبقى قاعدة متوترة وعمالة ببص حواليا وعايزة أمشي وكده. أنا بيتي بجد مش حاجة بتتحرك من مكانها بجد، وهو دايما منظم لدرجة إن أصحابي بيقولوا لي إحنا بنحس إن أنت بيتك ممل، يعني ممل من كتر ما كل حاجة في مكانها، بس أنا بحس كده إن أنا مبسوطة. الحشرات اللي بتطير، بخاف منها جدا. الزواحف عامة بخاف منها. إيه، عايزة ابقى طويلة شوية، يعني اطول بس سنة. يعني انا مبسوطة كده بكل حاجة الحمد لله وراضية ومفيش مشكلة، بس ابقى اطول سنة بس. مش عايزة حاجة تانية.